عالم هوليوود السينمائي يعتبر من أكثر الأماكن اللي بيحلم فيه جميع الممثلين وصناع الأفلام من أنحاء العالم في الوصول إليه، وإحنا قدرنا نوصل لأحد هالأشخاص، وهذا الشخص يسكن في مكان بعيد عن هوليوود آلاف الكيلومترات. لا طبعاً مش هون ولا هون، والله شكلكم ما عرفتوا. أنا بحكي لكم مين الممثل الكوميدي الغني عن التعريف أيهم شلهوب، وصاحب الصوت المميز والغني عن التعريف. No God please no no. يا مونتير حط الفيديو. 2000 years later. يا مونتير منك العقل وحط الفيديو. عايزه اقول لي رجعني سوا، سلامات يا هوا سلامات يا هوا، وعالم تعبانة مخنوق انا منكم بأمانة، انتوا اللي بتفرحوا ببكانا. استطاع أيهم انه يجذب اهتمام المشاهدين بطريقته الخاصة وخفة دمه المعروفة، بالإضافة الى الفكرة الكوميدية المميز المتواجد دائما في فيديوهاته. يلا لفرنك لفرنو لأفران الجميع، غاز غاز يا غالي غاز. ما في غيره أبو النجايب الختيس، هو الوحيد اللي كان نفسه بالبوت. والله لا من ساعة ركبته وعمل فيه زي ستيف باب الحارة. على برغي بعدين بنحكي بالموضوع، دخلنا على بنتك سماح. شو؟ طفاي ماشي 120 على شارع الاستقلال وانا كويها، الشرطي بيقول لي وقف، قلت له ما بوقف، لحقوني مداهم ياخذ الرخصة مني ومنعوني أسوق. بدي تحدد لي موقع صبحي صابح صبح خلال 3 ثواني. باي شعره تورا. الو هسه بجيب لكم اكل كلاب. الو انا اقسم بالله العظيم ما نسمع ولا شيء. هلا بالخميس. هلا صبحي هلا. ايوه ايوه ايش هاي؟ هاي والده كل هذا لان ابويا تقع بلوك على الفيسبوك. أيهم شلهوب من نجمة مضاءة في سماء الفن الكوميدي المحلي إلى نجمة مضاءة في سماء هوليوود قريباً. يلي بعده فاي ولو حتى متضايق عصوتي بيرتاح. يعني مي بضحكت على ما أظن إنه إحنا عرفنا مين. خلاص صبحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ أنا آسف عشان القعدة هاي، بس أنتوا عارفين الواحد بعد ما انشهر والله فتحها عليه خلص، سبحان الله القعدة حتى بتختلف. يعني واو كلها تغيرت. من جاي لهون؟ أنا ترانزيت خلاص، يعني ما في مجال من هوليوود لهون يا معلم. من هوليوود جاي. أنت مش من عمان ورايح هوليوود؟ مستحيل أكون أنا شكل واحد من عمان. لا بطلت تبيع غاز ولا بتبيع بهوليوود؟ لا يا زلمة أنتوا جايين تفضحوني، أنتوا جايين تعملوا معي مقابلة يا زلمة. شو غاز وهوليوود؟ شو مالكم؟ هيك احنا شفنا في التقرير. هذا مش أنا، هذا ما هذا أخوي يا زلمة. أخوك. أنا صبحي صابح صبح يا زلمة، أكل شبس وربح، اسم علم خلاص ترند احنا. أنت يا صبحي بهالوردات، الوردة اللي حاملها هاي نازل تغني فيها بهالريبورتاج، شو القصة؟ هيدي انولدة بصراحة قصة حزينة وأنا ما بدايت ولا إحنا خلص غيروا بابو. طيب بدي أسألك، أنا أحلى شوارع هوليوود ولا شوارع عمان؟ بصراحة شوارع عمان، عشان بعرفش مين ممكن يحضر هاي المكابرة. شوارع عمان بصراحة بتجنن. شو مالك يا زلمة؟ كل شي فيها حلو، فأنا بموت فيها عمان. حلو. طب ممتاز كثير. طب جمعت علب اليوم ولا شو؟ والله علب اليوم بصراحة الرزق وفير، يعني لميت تقريبا 3 كيلو، الكيلو ب80 قرش، الحمد لله يعني تمام. شوي تنحاس الحاس زبط معي اليوم، يعني الكيلو الأصفر شوي غالي، الحمد لله رب العالمين. الرزق يعني هذا behind the scene، يعني كيف الإنجليزي بس عشان تعرفوا، هذا بعيدا عن كل شيء رزقة تانية، عشان ما بزبطش يشتغل بالفن لحاله، لازم أكثر من إيش يشتغل. يا عمي المشاهير هيك بيقعدوا هيك بيحكوا. الحمد لله رب العالمين. يعني مش عارف شو بدي أحكي أنا بصراحة، بس عرفت إنه أنت كل أغلب مشاهير هوليوود صايرين أصدقائك. والله بصراحة آخر واحد اللي هو ليناردو دي كابريو، يعني عرض علي عمل كتير مهم، بس بصراحة رفضت لأنه شوي الكونسبت ما عجبني. كيف برضو ركزي الأستاذ ماي، ركزي على الكونسبت ما عجبني. حلو. طب إيش في عندك هلا أعمال جديدة؟ والله هلا عندي اعمال كتير كتير كبيره. في عنا مسلسل ان شاء الله جديد على اليوتيوب 15 حلقه، المسلسل طبعا اخراج ايهم شلهوب، انت عارفين الكنائل وهيك، فاحنا دائما نشتغل معه فاهمين، بس اللي دور كتير مهم بعد ما طقع لي هاي الفتره وصار يطلع برغي ويطلع الشخصيات الثانيه، مع انه انا اللي صنعت اليوتيوب وانتم كلكم عارفين ان انا صبحي اللي طلع اليوتيوب. ما انت صرت تلتهي باكل الشيء بس بطلت هلا.
شو قصة اللحية والشوارب؟ والله شوفوا يعني أنا ما بطلع لي مش عارف هم مزروعين يعني. ولا مرسومين أنا مش كنهم رسم هدول مش لا هم هدول حواجبي ومدليهم على وجهي صراحة مجمعهم من كل مكان حطيتهم هنا طب حلو كثير طب كيف علاقتك أنت وبرغي؟ والله أنا برغي بالبداية كان كتير يساعدني عشان أنا كنت أكل كتل وأطلطوش من أبو النجايمة أنا هاي بحكي له إياها على الهواء أبو النجايمة أنا ما بسامحك كنت أطلطوش كتير وبعديها كان يساعدني ماشي 100% طيب هلأ أنا لا خلاص خلاص 100% طيب يعني صبحي وين راح؟ طلع ما بعرف ليش هيك حكيت معه؟ أنا بجوز هو زعل عشان برغي هو بجوز زعل عشان برغي يعني أوكي. سألته هلا بدنا نحكي احنا كمان شغله كثير عن أيهم يعني نحكي عن أيهم شغله أيهم شخصيا أيهم شخصيا يا جماعه الخير هلا الشخصيه اللي كانت معنا هي شخصيه صبحي اللي بجسدها الفنان أيهم شلهوب طبعا هو اول شيء بصور وبخرج وبكتب بتعدد الشخصيات نعم. كمان بجسد شخصيات تمثيليه كمان بيساعد بالمونتاج عنده رؤية إخراجية كتير حلوة وهذا الإشي كتير كمان كان يساعد والحلو في الموضوع أنه كل الفيديوهات اللي بتشوفوها عم بيصورها من خلال الموبايل دائما فيديوهاته صحيح. بفترة 11 شهر تقريبا صار عنده حوالي 500 ألف متابع يعني تخيل هاي الفترة القصيرة قديش هو أنجز قديش كان دخل على قلوب العالم دخل على بيوت كتير مشاهدين هذا إشي كتير حلو فعليا أنك أنت الإنجاز أنك أنت خلال هاي الفترة القصيرة تقدري انك انت توصلي لمرحله عاليه وتوصلي شعبيه لهذه الدرجه معناته انت بتقدمي محتوى ناجح نعم. ما كمان عم نشوف احنا الاغاني اللي بتم عرضها في خلال الحلقات فهي من تاليفهم من كتابتهم من تلحينهم ومن اخراجهم كمان وهو من الاشخاص اللي كتير هيك على السوشيال ميديا طلعوا طلعه مره واحده دليل انه يعني هو ايهم من الناس المبدعه سبحان الله دائما السوشيال ميديا هي التارجت هي اساس الشيء الوحيد اللي انت بتقدر تثبت وجودك عليه صحيح. زي ما قلنا انت كيف تفرض شخصيتك السوشيال ميديا هي بتعكس شخصيتك هاي وفعلا ايهم اثبت وجوده من خلال الفيديوهات والفكاهه اللي احنا نفتقر الها صح احنا فعليا عم نشوف هلا الشباب الاردني قاعد عم بطلع باسلوب بصوره كثير حلوه هاي الصوره فعليا انه عم تطلع ابداعات يعني احنا فعليا شبابنا الاردني في عنده كثير ابداعات في عنده كثير طاقات خلينا نحكي بشكل عام مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام فتحت مجال كبير لكثير من الشباب نشوفهم. انه يلاقوا حالهم يقدر كل واحد يلاقي هو وين شغفه وين طموحه وين ابداعه فهذا شيء كثير حلو نعم صار لهم زي المنصات كمال بتحس انه زي أي لما تفتح صفحته على الفيسبوك أو في أي مكان من مواقع التواصل الاجتماعي قديش إله متابعين أي شيء بينزله بتحس أنه عن جد متحمسين ومشاركينه بيستنوا الحلقات وفعلا عايشين الجو الفيديو اللي هو عم بيشتغله بعدين قديش صعب أنك أنت تجسدي كل هاي الشخصيات مش شخصية بس أنه أنا ككاركتر لا حتى طريقة الحكي صح. اللهجة الكلام أنك تدخل بالشخصية وتعيشها هذا إشي صعب صح؟ أحكي لك شغلة نحكي بصراحة شوي مي بجوز اللغة اللي خلينا نسميها اللغة البيضة اللي هي لغة أو ما تسمى بلغة الشارع أو اللغة العميلة إحنا بنعرفها صحيح تمام هاي هي الموجودة عندنا إياها وهاي هي المرات بتخلينا إنه الناس تتحب بتتودد إلها أكتر تمام والناس بتحب هذا الإشي بس أنا بدي أسأل لغاية الآن صبحي وين راح بعدين إيش صبحي راح إيش عشان يرجع مصدق مين هاد إيش في أيوة تفضل عارف إنه هذا استوديو بصراحة عارف انه هاي قناه A1 TV والله وهذا برنامج صباح الخير يا وطن حلو والله وجايب لنا اشياء هيك تخوفنا شو كمان في كمان يعني مش عارف خلصتوا هيك ولا إيش هلا حضرتك السيد برغي صح انا برغي وين رحت بصبحي بصراحه كلامه ما عجبني تمام شو بتشتغل تمام. انت انا بشتغلش انا بيجيني راتب من ولا شيء بتشتغل بالناس لا انا برجع حقوق الناس ترجع حقوق الناس بس انا معي بصراحة من دخلتك الحمد لله رب لازم الدخل يكون إلى عيب انت عارف برغي انا اسر قلوب النساء بحبوا برغي ليش لانه هيك يعني رجال طب مين سماك برغي برغي بصراحة ابوي سماني برغي من وانا صغير بس برغي بلا راس عشان ما يجي حدا يفكه ولا ايش طلع ليش لانه برغي من الاخر حدا بلف وبدور بس على عقل انت فاهم يعني دائما عنده اشياء حلوه بحياته يعني انا اول مره بشوف برغي طالع له شوارب ما هو برغي عشان الشوارب لازم يطلع له شوارب مش شوارب هاي
مراوح مش طبيعي. استنى شوي بس بعد اذنك انت لا هاي شوارع لا انا ما انا القنابل هياني هم انا هياكي. اه طبعا طيب سامحينك فيها خلاص. اخر مره بتحكي عن شواربي تمام. الشوارب قصه يعني لا تنتهي. علامه الجوده لو سمحتي مي. الشوارب طب الشوارب عشان حبيبتي سماح ايوه حكت لي يخرب بيتك انه شو الشوارب حلوه عليك صار يطول بزياده فقررت اطلقهم والحمد لله رب العالمين وصلوا لهي المرحله وان شاء الله راح يوصلوا لمراحل كبيره راح افوت بكتاب جينيس لاطول شوارب في العالم قبل ما اجدلهم يعني قصه طويله من هون لا حد ما نخلص. طيب برغي معلش تعطيني هيك مجال انا احكي ونحكي عن الشخصيات. تفضل. شخصيه سماح اللي هي بتاديها طبعا نوجه لهم كل تحيه لفريق بالزبط. العمل اللي بتاديها مريم طاهر وعبد الله ابو نجم اللي بيادي ابو النجميه ابو النجايمه ابو النجايمه بالزبط. ويزن الخطيب اللي بشخصيه ابو لحيه بالضبط. طب بس سؤال هاي الاسماء كيف يتم استيحائها؟ بصراحه يعني هاي اثناء الجلوس او الوقوف حسب يعني انت الحاله حسب الشخصيه حسب الحاله متى بتجيك اثناء الجلوس او الوقوف بصفر شوي فبختار للشخصيه الاسم المناسب من خلال كاركتره من خلال الشكل اللي هو فيه من خلال تأتأته يعني الى اخر في كتير عده اشياء انه انا ممكن اختارها. هذا الحكي مش انا اللي لازم احكيه هذا الحكي اذا بدي احكيه فبيحكيه المخرج فاهم المخرج اللي هو اصلا مش داري عن حاله يعني لولا الشخصيات هو اصلا ما عاد بيعرفه انت فاهم. وهذا المخرج اللي اسمه ايمن هو ايهم شلهوب ايهم شلهوب ايهم شلهوب كل القصه هو السبب حتى زلمه احنا بنشهره والدروع اللي بتيجي من اليوتيوب وكل وحتى المصاري اللي بتيجي من اليوتيوب باخذها وبحطها في جيبته. واحنا عم نحكي عن قصه الفالنتاين والدب الاحمر ايش دب هالقد ما هو اسمع على قد المحبه بيجي الدب فلو كان في دب اكبر من هيك كان جبت لها دب قد القناه والله والله. طيب انا هلا برغي بدي اطلب منك طلب اطلب تعطينا بس ايهم شلهوب نحكي معه شوي ممكن. انتوا هيك تخلون اسلح الشوارب ايوه هيك خلص برغي. هلا هيك ايهم هيك خلص برغي ايهم يسعد لي قلبك يعطيك الف عافيه شكرا سويت لنا جو نورتنا والله يا ايهم احكي لنا عن مسيرتك الفنيه من متى بلشت؟ والله بلشت انا اول شيء خريج بكالوريوس اخراج سينمائي خلصت ما كان في بالي اني امثل او اعمل شيء انا كنت يعني بالاخراج والاداره والاضاءه والتصوير بعدين قررت ان اعمل شيء هيك على الفيسبوك هي نكته يعني فصحيت ثاني يوم لقيت عليها 500,000 ب 24 ساعه يا سلام شو كانت النكته فهي كانت بتحكي عن واحد رايح على امريكا بده يسرق بس بيعرفش يحكي انجليزي فراح على واحد دربه يحكي ماني ماني فقال له بترفع السلاح وبتحكي ماني 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 قال له ماشي راحوا ثاني يوم يسرقوا فرفع السلاح بقول له ماني ماني هذاك بقول له نو ماني بقول له والله ما بعرف انك مو ماني قرايبي مو ماني فراحت من هون يعني راحت من هاي البدايه بعدين صاروا يطلبوني وين على المسجات انه ايها عمل لنا كذا 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 وعملنا والحمد لله رب العالمين وصلنا لهذا المكان الحمد لله رب العالمين. قديش حلو انه اول شيء تركيزك بهاي الشخصيات يعني مرات الانسان لما يكون عنده اكثر من شخصيه بيأديهم بيصير في نوع من الخربطه بالضبط كيف تقدر انت تركز بهاي الشخصيات هلا في كمان باوقات انه بنفس اليوم بتلعب انت الاربع شخصيات او الخمس شخصيات تدريب يعني احنا بنتدرب عليها والزملاء بيساعدوني يعني اذا طلعت شوي من الكاركتر بيقولوا لي ايهم انت نسيت هون بطلت تحكي بصوتك ايهم هون بطلت تحكي بصوت صبحي فهم بيرجعوني للمكان اللي انا فيه لانه شوي صعب الموضوع انك انت تلعب اكثر من كاركتر وكل كاركتر بيفرق عن الثاني بكثير ما بتضايق طيب الناس اللي بتسميك مثلا برغي بتسميك صبحي بينادوك بالشخصيات يعني اول شيء صبحي كان موجود قبل برغي كانوا ينادوني صبحي بس ما كنت اتضايق لانه هي بالاخر حاله موجوده عن جد حدا اخنف موجود عندي انا بالحاره موجود حدا اخنف ما بيعرف يحكي فليش هو مش مسخره فهو انسان عادي ومن خلال صبحي انا طرحت كثير افكار انسانيه يعني انسانيه زي وردي كل يوم خميس انه ما تسب على اي حدا ايش مكان ممكن تكون ميته يا الله ما اجمل الواحد انه من خلال عمله انه يعطي هيك زي الرسائل صح وتكون بالزبط. الرسائل هيك راقيه نوعا ما واحنا طبعا انتم عارفين انه احنا بنشتغل على الموبايل بنصور كل شيء على الموبايل افكارنا احنا بنكتبها واحنا اللي بنصور وبنخرج وبنمنتج كل شيء احنا بنسويه جاء البساطه في الامور يعني تصوير الموبايل قديش هو بسيط بالزبط. بتحس انه الواحد كتير قريب منك قديش كمان الشغف والطموح بخليك انك انت تصنع المستحيل بالزبط. انا بدي اسال سؤال بجوز هذا عمره ما انسال او مش كثير بنسال سألني. كل انسان في مسيره حياته في بنجاح بس يوصل بالذات لنجاح معين بكون في ناس كانت خلف الاضواء او زي ما انت حكيت بالبيهايند ذا سينز ما خلف الكواليس
الناس اللي انت هلا ممكن تشكرهم وتوجه لهم كلمه شكر على ايهم شلهوب اللي وصل لهون؟ هلا اذا بدنا نشكر بدنا نشكر ناس كثير، فهم عالم كثير ساعدتني امنت بالفكره، بس اكثر ناس امنوا بالفكره هم الجروب المعي، عبد الله ابو نجم، مريم، طاهر، يزن الخطيب. يزن الخطيب كان ينتج وحلاق بصالون، كان يروح يجيب الغلي تبعته يلا نروح ننتج 20 ليرة مواصلات إلى آخره. عبد الله كان يروح يجيب الأغراض ويجيب الإكسسوارات. مريم كان معها سيارة تجيبنا نقليات معها. فهيك كانوا تيم دعموني، قلت لهم أنا عندي هاي الفكرة، بلشوا معي ولحد الآن هم مأمنين. ما إجانا الإشي اللي إحنا نتوقعه، بس إحنا لساتنا جداد، يعني جداد، بس نتمنى نوصل للمكان اللي إحنا فيه. بالآخر إحنا مبسوطين، بنشتغل عشان إحنا نحضر حالنا. احنا مبسوطين جدا بالزبط. فيك وبنتشكرك كثير. الله يسعدك. فعليا ابسطنا، يعني اضفت نكهه مميزه للحلقه. نتمنى لك المزيد من التالق والنجاح. وما في انسان زي ما بنحكيها بوصل للنجاح بسهوله، نجاح له تعب وله ثمن بده يندفع عشان تقدر توصله. نورتنا ايهم، يعني اضفت روح لنا هيك، ضحكتنا، اسعدتنا، يعني انه قليل ما بنلاقي هيك مواهب. نستمر ان شاء الله، استمر ان شاء الله، راح نستمر طول ما انتم بتجننوا احنا بنستمر. الله يسعدك، نورتنا. تام الدايق على صوتي بيرتاح.